اللي كنقول لعبد الرؤوف الله يشافيك والله يخلي لك صحيحتك والله يطول لك في العمر، وكنطلب من بعض الناس الله يهديهم بعض الصفحات ما تبقاوش تنشروا اخبار كاذبه على الوفاة ديالو. البارح يلا البارح اتصلت بالابن ديالو، الحالة ديالو مستقرة الحمد لله، ونتمنوا ليه الشفاء العاجل ويرجع لعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة اللي هي الجمهور ديالو. عبد الرؤوف فنان اللي فرحنا كاملين، رسم ابتسامة على وجوه المغاربة كاملين، كل شيء عاقل عليه الصغير والكبير، ضحك أجيال، فالله يطول في العمر والله يشافيه. شكرا.